وصل اختي ما مقادش على حساب الجوده، كاين درهم و20 درهم و30 حتى درهم و50 حتى درهم حتى 90 فرانك، داكشي ما مبقاش على حساب الجوده على حساب ما كاين تفرق تقريبا، يعني بحال الثمن تقريبا بالنسبه لينا حنا كننقيو شويه، فهمتي كيفاش قضيه كننقيو شويه كنحيدوا لها داك الربيع ديالها كنشريوها خضراء كنحيدوا لها الربيع ديالها فهمتي، السومه اللي قلت لك راه بالربيع ديالها فهمتي، السومه اللي قلت لك انا بالربيع ديالها كدير هذه السومه اللي قلت لك الا نقينا لها حدنا الربيع كتبلغ لينا شويه ديال الصير كنطلبوا فيها جوج دراهم، جوج دراهم و20 جوج دراهم و30 هذا هو الحساب. الصندوق كيدير 30 كيلو 28 فهمتي كيفاش القضيه، تقريبا كيدير شي 60 درهم 60 درهم 55 هذا هو الحساب ديالو. كاين حركه عيانه على الجامع ماشي على الخضره، حركه ساقله، الناس مازمين مع الازمه اللي سلط علينا الله مأزم الناس بزاف ماشي لا من طبيعة الحال مأزم ما كاينش من هذه الناحية مأزم ماشي لا على قد الحال غادي وصافي فهمتي كيفاش غادي على حساب على حساب بعناش تقريبا راه كنصور 100 درهم 80 90 نوبة 150 على حساب خارج على السوق خارج على السوق ماشي هو غادي يزيد شويه السومه ماشي لا لا بدي يزيد ما عطيش اختي راه كاينه من 75 درهم ولتحت حتى ل 1000 ريال حتى ل 900 حتى ل 40 درهم والسلعه اللي ناقصه رطبه شويه ما تيشد فيها لا موس لا والو على حساب الجوده على حساب عاوتاني الخضره ها انت كاينه هذه الخضره هذه هي قاصحه هذه قاصحه راه حتى الناس كاين اللي تبغي السلعه تصبر ليه كاين اللي عنده يلا كي بادي دابا هاد القهاوي اللي بادين خاصو يبدا كان يخبط واحد ربعه صنادق يولي يضرب غير صندوق فهمتيني غير خاصو يدير خضره باش تصبر ليه باش يعطيه واحد الوقت حتى ما يكونش بنادم اقبال على كل شيء متخوف كاينه المليحه وكاينه اللي عيانه شويه شي صحابه تيخدموا بها صحاب لاصوص تتطحن فهمتيني صحاب لاصوص صحاب الحوت وصحاب القاصحه تيديوها هما للريستو هما للقهاوي فهمتيني والخداره اللي عنده البيع شويه ثقيل تيبغي بريزونتي بها السلعه وداك الشيء هادشي وما طيش راه هذه سلعه البلاد راه ماشي سلعه اكادير حتى اكادير دابا صافي سيفيني ساله باقا تجي منه السلعه ولكن قليله دابا غادي تبدا سلعه البلاد سلعه البلاد هي لي جيرون ديال هاد النواحي قنيطره ولتحت وهود من جديده البلاد تتسمى البلاد واكادير لتحت راه تتسمى اكادير ودابا يا اختي البيع شويه قليل ما كاينش البيع بحال ديك العام حتى حنا تنخدموا هاد كل موسم كنخدموا هاد السلعه ديال الصيف ديال البلاد لا دابا مطيشة تتقسم على جوج في العام النص اكادير شهر 10 شهر 6 من شهر 10 حتى 6 والنص الاخر تتخدم فيه البلاد تتسمى العريانه طبيعيه هذيك العريانه بلا لي صيف لا والو غادي دابا تنخدموا فيها ماشي مقارنه بحال ديال ديك العام كاين واحد الاختلاف ديك العام كان السوق زوين وكانت الخدمه وكانوا القهاوي محلولين وكل شيء كان خدام هذا العام يلا كيبادين ولكن مع كورونا هذا الشيء مع كورونا وما حتى القهاوي اللي تيعاونوا في الهزام ديال السلعه لا ماشي قبل بحال ديك العام راه في السلعه كامله لا بطاطا لا بصله لا مطيشه كاع السلوع كاع الناس واد ما تشرى غادي تضرب لك نهار يومين خاصك تبيعها واخا ولو تبيعها بالخساره ماشي مشكل وراه ضروري ما غاديش تبقى راح السوق ما كاينش كون كان الاقبال على السلعه راه غادي يكون الثمن شويه من الثمن راه يبان لك واش السوق طومبيل ولا لا واش طايح السوق ولا لا كامله طايحه لا ديال البصله لا ديال البطاطا لا ديال الخيز وكل شيء طايح كاع السلعه طايحه هذه 6 دراهم صندوق 3600 كيقول لها بطاطا دير الصوتي الصوتي باقي الناس ما كيعرفوش باقي ما يعرفوش ياكلوها وهي مقويه للذات بطاطا ديال النعاس سمعتي الدريس قال ديال النعاس وهاد البطاطا اللي كياكلها ما كيقراش والله ما نكذب عليك بالله قاعد راه علميا ما يقراش كيتقال كيلحق كيدير الحب والحب ديالو كيتربى المهم ما بقاش عنده التفكير كدو اللي عنده الذات وما كيبقاش عنده التفكير لا لا هذه دابا كتمشي للبلاصه مرجان وهذه ما كتاخذش 6 درهم 100 درهم تاخذها ب 7 درهم 8 درهم 7 ونص تي كاين ما بين 70 60 حتى ل 50 الكيلو وراه غيكون واحد شويه الاختلاف حق قول السوق كيكون هنايا ثمن وبرا على ثمن حق قول على حسب الطلب حق قول هنا كيكون ثمن وبرا كيكون ثمن شكون اللي كيطلبوا بزاف واش كيقرا
لا على برا، على برا كيكون شويه الثمن طالع. ما تقدرش نقولوا الجوده تاعك لا الجوده كاينه في السوق ولكن كاينه بثمن قليل شويه، راه ما كايناش في شي ثمن اللي طالع برا كيكون شويه عارف على حسب الاسعار كتكون برا ماشي هي ديال السوق. اختي الثمن ديال البرقوق ثمن مناسب، كاينه 4 دراهم، كاينه 70، كاينه 60، كاينه 100، مقادش على حساب الجوده. من برقوق حدنا فيه الجوده حنا 4 دراهم مش كنبيعوا فيه. ما كاينش اختلاف، كاين دابا مكناس كاين الثمن مكناس 3 دراهم 3 ونص على حساب الصاير، وهذه راه هي اللي كيدخل هنا ب 4 دراهم 4 ونص ثمن مناسب. ديال برا 3 دراهم 3 ونص 70 ريال 60 ريال من قبل. اللي مرعوده ما دايره والو، مرعوده ديك اللي ضاربه الرعده 40 ريال 30 ريال شويه، البيع والشراء على حساب نهار هوك ونهار هوك. البيع والشراء ماشي ديما السلعه كما كتشوف السلعه دابا البرقوق هو باقي، هي دابا شحال في الساعه 11 ونص البرقوق باقي الاستهلاك ما كاينش بزاف، دابا الاستهلاك اللي غياكل بنادم اكل ما كاينش بزاف. السلام عليكم، نطلبوا الله يرفع علينا هذا الوباء، ترجع اقتصاد دولتنا على خير ويتحسن لنا السوق، راه السوق عندنا ضعيف شويه. باش كنشارجيو العنب من الهين كنجيبوه للسوق هنا، يعني طايحه السومه باش كنبيعوه، يعني ماشي باش كنشارجيو من الهين، طايحه السومه شويه. حتى الخضاره اللي على برا واكلين شويه الدق، ناقص عندهم شويه الوقت، ونطلبوا الله خير ان شاء الله، الله يحسن لنا هذا الوضع، والله يشافي سيدنا، ونطلبوا الشفاء لسيدنا ان شاء الله. هذا العنب دابا كنبيع فيه ب 4 دراهم، وهذا العنب داخل ب 110، باش داخل بين الصير وكل شيء داخل ب 110، وحتى الخضار اللي غيخرجوا برا يبيعوا تو الاقتصاد شويه طايح عنده، نطلبوا الله خير، فهمت، الله يحسن هذا الوضع شويه. السلعه ديال الداخل كتكون يلاه تحط لنا كتكون باقا جديده عزيزه، بنادم كيقولوا شي ثمن شويه زايد، وين ملي يشدوا السوق راه كينقص الدراري درهم ولا 30 ريال خرجوها هنا برا، تما كيترزقوا فيها الله. حنا كنزيدوا واحد 10 ديك اللي تنقصت من الداخل كنزيدوها حنا هنا في العنب والبرقوق وهذا الخوخ الشاهدي. الخوخ شحال داير داخل؟ الداخل حبه حبه كاين 6 دراهم 100 ريال 7 دراهم سلعه على وجهها، وهذه درك كتسمى ديش، ملي كتخرج عندنا كنبيعوها تا هي الراجل راه مخرج ب 2 دراهم كيباغي فيها 50 ريال، صور في هذيك 10 ريال شنو يدور بحال هذا. الله يطفي علينا هذا الغضب الاولى والاخر، الله يطفي علينا هذا الغضب.